السلام عليكم أطفالي الحلوين، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بعد أن أنهيتم مرحلة التمهيد وتعلمتم فيها أشياء كثيرة من خلال تنفيذ ورقة العمل كاللصق وشك الخرز، اليوم ستنتقلون إلى مرحلة جديدة من حياتكم، هي مرحلة الابتدائية، ابتداء من الصف الأول. سنتعلم أول خطوة هي كيفية مسك القلم من خلال بعض التمارين البسيطة، وهي السير بانتظام على الخطوط المنقطة. وتستطيع كل أم أن تقوم برسم أشياء مستقيمة أو متعرجة لتدريب الطفل على مسكة القلم. هناك تمارين كثيرة نستطيع القيام بها، ولكننا اليوم سنبدأ بأبسط هذه التمارين. اليوم نبدأ بهذه الورقة، عندنا هذه الخطوط، سوف نبدأ من الأسفل والسير إلى الأعلى بانتظام، بعدها النزول. كلما سيطرنا على السير بانتظام سوف تكون الكتابة أجمل. عندنا أيضا هذه الخطوط المنقطة، لكنها بطريقة تختلف عن الأعلى الموجودة. عندنا أيضا تمرين آخر، هي البداية من الأعلى والسير على الخطوط المتعرجة ولكن بانتظام. أطفالي الحلوين، أتمنى أن تقوموا بتطبيق هذه التمارين في المنزل بمساعدة ماما معكم. إلى اللقاء يا أحبتي في درس جديد.